ها ها الحمد لله. يلا جدة طيب نروح هيدرباد. ليش روح جدة طيب؟ غازي نمبر وان هيدرباد. حليب موت. حليب؟ الناس تدور زين وانت تدور حليب؟ يا خشمي اول جيت. ممكن ما في شيء الاول. ليه ما في شيء الخشمي؟ ما في شيء. غصبا عن خشمي. غازي نمبر وان. طيب انا خوف ما في ممكن شيء الاول. ما... ليه ما في شيء البندرو غزرو ما في مشكله. اول نمبر وان غازي. انت تعرف انت تعرف بنت غازي خشمك؟ ايوه انا خشمي. يلا هذا شال غازي يلعب. اي ايوه ايوه بلعب غازي كم؟ نمبر 1 غازي. والله ما هو وقت مباريات يا ابو المها. والله ما هو وقت مباريات. حنا نجاهد المزاين ولا الكوره؟ اسمع والله ما نبي نبح شيء. قسم بالله ان راسي يطبخ طبخ قسم بالله. من ضعت فالجاده ما ندري وين تروح. اضع بح وهذه المشكله اذا غلطت ترى خالد الشمالي ورحنا مع مسيتي خالد ترى ترى منقيتنا الشقح انتبه. وش قالوا لك؟ انا ما اعرف افرق بين خابر عندك عمل وان انا ما عمل الوان. انا اصلا منقيتكم واضحه. مستكين عليها لا تدايب هذه واضحه وعتيبه كلها يعني من بيضيع يا ولد غير الاصطكاك. إيه؟ انا خاف انك تضيع الجاده وتروح مع نياق ثانيه. لا لا ما نضيع اللي وكي. مضيع ايه اسمعني عاين في موتري بس وانا لف وخليك واضح. اول شيء طويل يا ابو هلا ابو محمد. السلام عليكم. يا مرحبا. حنا نزكن على خالد لازم نوديها البل عشان يعرفها مزبوط. الحين نعطيك كورس عندنا. والله اللي ضيع. انا من الاد مشي ابو شنو توعد. كفو كفو. هاي هاي يا اد مشي. هاي الناس اللي ما تعرف. هاي هاي يا اد مشي. اسمع هي اصدارات من الابل. الرجال هذا جاينا من الحفر ولا يدري في امور البل ولا الشغله هذه. الرجال جاكم من الحفر. انتوا بيننا. محمد كيف حالك؟ الرجال حق شركات اعلانات و وكذا. ما اضبط وضعك. لا ما لو ما لا يجي الشهر. هي لا يجي الشهر الجاي ما ترفع كلام. يا ابو محمد ما بيض وجه. جبت لها الحين واحده مغلطانيه كذا قلادي صفراء ولا شقحه ولا شيء. تعرف تفرق بينها يا خالد؟ عفوا عليك. ما عمل ما عمل الله. اذا ما جبت جبها وشوف لا تطلعها. يا ابو غازي سواء صفراء. قل عطني مواصفات الزين بس وشوف شو يقول. طيب عطني مواصفات يا ابو غازي. الناقه هزانه وش مواصفات؟ طول غارب. الله ورقبه ارقبه وجرم ارقبه وشانه ما بغى ارقبه. لا هذه طلعت خطبوط ما بنادي. طيب الطياح وشان؟ انا واحد اثنين ثلاثه ثلاثه قدام ثلاثه ما شاء الله. شايش ليك سريدك اول ثلاثه بشويش بش اربعه خمسة خمس قعدان طال عمرك عش فيهم ضيوفك في حفلك. هذه عند باسمي وباسم اي مطيري حاضر في الحفل. خلاص مطيري جاب الحشو وجاب كبار الهوادي. والله ودي اقدم لك دم قلبي يا ابو النصر. بيض الله انا ما اقف هذا ما اقف فيه وما اقف اي مطيري. هذول ربعك مطير تراهم وجايينك ان شاء الله في الحفل وفي المسيره. بيض الله وجهك. مطيري غلبنا يا غازي. تدري ان هاي يمكن اربع ايام مدري خمس ايام واقفه هنيا. هي ودنان ويدفع دراهم يدفع. القعدان اللي جبتها تكفي حتى بنينا بها الثلاجات في رمضان. رمضان باقي رمضان باقي. نبها بالشمبوشه.
الله يبيض وجهه حمران النواظر وبيض وجه ابو غازي ابو غازي ابوه نعم ما عليك زود يا ابو محمد وجرب ضيعوا سامع هذه والله من يوم شفت طاقه النظارات دينا وخلى على ربك لكن الله يبيض وجههم طير من العارض الى الحاره من السؤال الرجال يصورك من هذا هذا مخلد مستعجلين على الحفل ترى بعضنا يصور الحشو هذا بينزله في حالات الواتساب يقول مشارك بفرديه علم قصد لما خلص عليها ما ادري يا ابو النصر تعال جاي تعال جاي يا طويل العمر تعال وش فيه بعد هذا انا مستحيل انا الاسبوعين ما نمت واليوم والله ما جيت خشي بسيط وقسم بالله ما هذه 20 طلي 20 طلي تعالوا يا غازي ولا لا هذه هب يا ولد فوزان ولا ما ابين يا ابو النصر هذه مثل القعدان شوف كبار من مها اعمارها سنه اعمارها سنه والله القعود مثل الطلي اسمع لا ما عليه قال ما بتكامل لما سارقها من الديره ما ندري لا شوف 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 ما شاء الله تبارك الله هذه شحم 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 كم هي هذه كم 20 20 يا غازي 20 21 عانه انا وقفت يا ولد ما تعرف الثوم من تقول سوات الهرافه اللي على الزاد ومربين شحم كل واحد في على بيه وذنبته كم بيض الله وجهك يا بول 20 راس دي نعم انا 20 راس وابشر باللي تبيه يجيك لحد باب الحفل كفو يا بول لو تبغى يطلع خالد بول بيض الله يا غازي انا لو تبغى اعطيك دم قلبي اعطيك اياه والله والله لو تبغى ما ادري ايش تبي يا ابو عمس علي تبيك كله يجيك يا حكي اتبع عريبك علي ما يسهل ان اموت والله اذا ما قلت يا عيال لحظه يا عيال البل هذه الناس تشوش الى شاف كاميرات كويشوش تقول صايب الزار وتحت الكاميرا تحت الكاميرا هذا الوضع يرخي يرخي اسمع سعيد لا قدم لك حاجه اعرف انه بيطلب بعدها شيء والله معروف هذا صح سعيد اخسر وش اللي تبي وش تبي يا غازي والله ما في شيء لا 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 ترى شارك يا ترى شارك ما كنت صغيره بس غازي ولد وزن والله ما يدوك ترى حقت شقح النصر كبت السرق وقامت انت ابو بكر من شقح النصر اذا خلص المزاين واخذت الاول حطني هي يا غازي الرجال هذا خبزيدي هذا يقدم السبت عشان يلقى لحد دائما اي فعل عارف انا زين النواه تهديه ده غير البكره ما تدري يحطه في مرحله ديرته اهدى ما يعرف لا ما يعرف اهدى اهدى الرحول بعد المشاركه يستاهل فرق حمزه ثاني ثاني اللي عزمته وانت عندك رياجيل كانك تحاضر لكن سلاحنا انتهى ارديب مهر والعبث لو كان بطنه ما ملاه ارديب والله تعال هنا العيال ما قصروا وكفوا ووفوا اخوك مقدم لك شيء بسيط والله اني متوتر لانه اعطيك عيوني ما اقدم لك الشيء اللي في الخاطر كيف الله يجلس ما جلس الحوية ولا دنه ما جلس الحوية ولا دنه عيون زينة هذا عيون خضر ما هم زي عيون اسمع يا ابو النصر ما شاء الله تبارك الرحمن والله يا غازي اني لو اعطيك عيوني ما وفيك حقك اقسم بالله اني يوم قاعد افكر بالهديه يا جماعه الخير اقسم بالله اني احترت قول يا ولد هذا مغرقنا بجمايله وفعوله الطيب والله اني مهما قدمت اني ما عليك سعد يا ابو النصر هذه ما هي بهذه وبس هذه اول سياره الاول يوم اللي بعد بكره يوم الخميس هذه فوق اسمع انت بيجونك الاف الناس من شتى انحاء المملكه ومن من معظم القبائل هذه حقت اول يوم وثاني يوم السياره الثانيه كفو بيض الله وجهك من ملذ وطاب بيض الله وجهك بيض الله وجهك ما شاء الله هذه كوسه احنا ما نبي الارتكام موجود خلاص يا ابو النصر هذه من وجهه نظري انها تتخرب في الخيم عطني ببسط عليها واجب كله واجب والله تخرب ولا حد ياكلها حاطنا القعدان والطليان والله ما حد باكل مفتاح الدنا وين طيب بيض الله وجهك يا ابو كفو كفو حتى الهديه حقته كذا كيوت فواكه شيء حلي فيه شفت الهديه ما شفت عيونه كيوت حتى والله يا اخويا يلا يجعلني ما اعدمكم
يا ابن اللي فدنه يا ابن حي باسر بيض الله وشنو هذا معلم ابوه ما يعرف يشوش لو بيدور السكسة من ما يعرف يشوش من ما يعرف يشوش يرقمه وانطلع ما ماتك يا بندر لا حمام تنطلع بالشارع عني انطلع بكرة في المسيرة انا اكتاق بالثوب الابيض والغترة بيضاء تقول في الكفن حنا ورانا تهون قال من الله زين امشي امشي خليني اوريك حذيتي اللي انا جايبها وفزعتي اللي انا جايبها لك اسمع يا ابو حشر اسمع اسمع خلي ابو حشر والله لا تشوف ماقف ما شفته والثانيه انا ترى هذا والله وجه نكبه عليا والله انا جايب الهديته مروحته نكب هذا الله ينكب نكبه كيف الله ينكب نكبه السكسله قلب بندقها بندقها حرام بالله ما قد صارت في عالم ما قد صارت في عالم مرسيدس تعال 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 بوريك تعال تعال اعلمك القصه ركب الموتر امس قلت هذا جايبه ومجدده بمشي في مسيره شقح النصر ويركب فيه ويعشق قال والله حتى ما يدرون الناس اني عشقت ولا صار الماكينه تصلب طلع عليها مرسيدس مرسيدس اقوى سنا اشوف المنقيه اقوى سنا انا طالبك اشوف احنا صرنا والله ما يطب هالمنقيه واني حارس دون احراسه طلع 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 انقلع المنقيه لا تحضر حتى خليك يا ابو الناس ما يمكن يهدى مخيم على انا خلد قرط في اصبعك وقل رجيم رجيم ولا فكنا منك تكفى لا لا انا عندي واحد اني اقرا عليه اقرا عليه اقرا عليه اقرا عليه يا غازي خلاص شوف تطلع والله العظيم ما تطلع شياطين من خوتي لا بقرايه ولا بغيره خوتي الموت يا غازي ما تجي الا من القريب شفت القريب هو اللي يجيبها الحمد لله ان هذا ما يشوف احذر كل من اقترب من الارض يا غازي والله انا حسدناك والله انني وانا اكبر العلم اللي ما هو بزين نار يا ولد محصنك الله والله انا تضرب وتعود تعال تعال الحمد لله شف اكثر حسد في الجروب اثنين اكثر واحد في الجروب هذا الرجال والثاني اطول واحد بس هذا فيه ميزه هذا يمكن تنقاف في مسيره ثانيه بارينا ما يدري قلب الوالد امشي المسيرة هل يجي طال عمرك ما تهدر الوية في من هو يسرها ماش علم ولاش طرف طيب أنا جايك طال عمرك بالجفالي هذا يبي يمشي مع المسيرة وأخوه رجع للورشة وبيطلع ويجيبك أخوها اللي تسبب فيه مخلط تسبب فيه هذا والله أنهم تسببين فيه يقولون لك أنا مكينة مصلبة زيت على كونه وما على كونه ما تغير في شيء المكينة مصلبة كل من هذا ساقة ودمرة والله يا غازي تعرفني ماني براعي عيون ولا مغرشة وسمعتي هذا والله ما تعد عيونهم مربطة وكل ما شافوا الحاشي ما درج والله ما انت ولا تخليه يشوف المنقيه ولا يتحلى هذا في المسيره هذا في المسيره طال عمرك هذا السكس السابق كفو انا بجمهور العتبان كلهم يركبوني كفو في السله اللي في السله واللي في الغمار الويه تبي تقف قدامها الشبك حق المنقيه واللي طلعت صباح السبت نعم صباح السبت الوية الاثنين ما هي بالسلام انا بروح على رجلي قدام يا ابو حجر هنا انت ايش فيك اليوم رجال مضيع مضيع انا رجال اليوم طيب الزهايم شوف اليوم تذكر اسمه انا تذكر شوف اليوم الاثنين لا تشرع علي لكن لي طلب عند ابو حشر سم وش تبى ان ما يسوق الوايه تطول عمره غرب عنا شميت على خشمي علي حرام ولا المهم غرب على خشمي اي والله ما يطبع كذا دمر وايتي هذا تبى يدمر احنا نسير الشغل ما يضل لي والله ما يضل لي مخلد قل ما شاء الله ما شاء الله ادفل على الوايت ما شاء الله على وجهك يا بني لا لا ما شاء الله والله العظيم من هم الحياه من ابو النصر اني لملح وهذا هذا لا يحضر المسيره انت تبى تبلع والله لا ظليت تخاضع نطر ما شان اللي تخاضع نطر البل اسمع مخد اذكر الله هذا الناقه ما انا ما كسرها بس اسمع بس اسمع ابو النصر اذكر الله في تيك تلقى فتاك ان ما يجيك مني شيء لا تاخذ الناموس بيض الله وجهك انت طيب انا بخير انطعتني تبغى الاول ارسل له موقع ثاني المسيره ثانيه واحنا ندخل مسيره ثانيه والله العظيم هذه واسم وقسم والله التقاني في اولها تلقاهم مخيزين على رقبتها من جاي هاي 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 يا بحر الشطر يا بحر والله ما قالت تعال كابو بيض الله وجهك تكفى يا مخلد وان تكفى يا مخلد يا قلبي تكفى يا قلبي لا اذكر الله على المهتر عيني يا قلبي تكفى يا مخلد وش تبى انت مخلد الباب عيني انا فتحتك فاطم لا وش وش سوى مخلد مخلد وش سوى يا بحر مخلد عطى عينه ويت ولا بيرجع ترى ضربتين في الراس توجه تم فك وايدك الله لا يوفقك ادخل على المفاتيح الله لا يوافق شرك بالله كم قفل انا حارس قال انه والله ما تفك هذه عين عن بعد والله ما تفك لا اله الا الله يا غازي اشرك بالله فيك يا ربي فتح اشرك بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اركب يا ولد اركب بحر انت تشوف ايش سوى مخلد الله
وراك.